تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى يوم 30 مارس 2021. ربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم يا رب. تنبيه صغير بس في الأول أكرره مرة تانية اللي لسه قايله، بس أكرره تاني للي هيسمعوا التسجيل بتاع التعليق على الأحداث بس. يوم الحد الموافق 4 إبريل الحد الجاي ده مباشرة بتوقيت القاهرة الساعة 8 مساء، فترة أسئلة بس مباشر لمدة ساعتين. للي يحب يجي وبيحب يسأل، ما بيحبش يسيب أسئلة ويسمع للتسجيل بتاع الأسئلة، لا اللي بيحب يسأل أسئلة مباشرة. ومعلش عشان يوم الحد الجاي هناخد ساعتين وهحاول على قد ما أقدر وبسرعة على قد ما أقدر أحاول أجاوب على كل الأسئلة. يوم الحد في الثلاث الجاي سامحوني مش هتبقى في فترة أسئلة، فالثلاث الجاي أستسمحكم عذرا، لأن يوم الحد هتبقى أسئلة بس مباشرة لمدة ساعتين، اسألوا كما يحلو لكم دايركت. فالثلاث الجاي مش هيبقى فيه أسئلة، أستسمحكم عذرا. حاجة تانية صغيرة لو تسمحوا لي في البداية، خلي بالكم مش بس المهاجمين والمشككين المسلمين والملحدين وغيرهم والغير مسيحيين أعداء الإيمان، خلي بالكم من الظاهرة اللي بدأت تكتر جدا هذه الأيام على بعض القنوات الفضائية وقنوات يوتيوب وجروبات فيسبوك وغيره، من اللي بيبتدعوا فكر جديد اللي احنا بنسميه اللاهوت الليبرالي، اللي بيدعوا ان هو حرية فكر، انا بيحل عليا الروح القدس زي بولس الرسول فانا اقول اللي انا عايزه زي ما بولس كان بيقول اللي هو عايزه. لا طبعا، خلي بالكم من اللي بيحصل، وانا ارى سامحوني ان هؤلاء اخطر من المهاجمين للايمان غير مسيحيين، على الاقل ان ده بيبقى واضح. انا غير مسيحي وجاي هاجمك في ايمانك وشكاكك، ولو جدع ترد، لكن اخوك اللي بيبقى واقف معاك في نفس صف الجيش المفروض بيدافع عن الايمان معاك وهو اللي يطعنك من الخلف، ده بيكون اخطر. خلي بال حضراتكم، ده اخطر بكتير. ودول للاسف، سامحوني ما اقصدش دين حد، قد اكون انا مخطئ في حاجات كتيره، انا مش بقول حاجة عكسية، ولكن دول أخطر بكتير وللأسف بدأوا يزيدوا جدا هذه الأيام. انتبهوا جدا وافرزوا، مش معناه كل واحد مسيحي مشهور يقول لكم حاجة يخالف على اللي انت تسلمته في كنيستك، وانا مش بهاجم اي كنيسة، كل الكنائس، يخالف على اللي مشيت عليه كنيستك لفترة طويلة ارفضه، مش عشان مشهور ولا عشان مذيع ولا عشان عنده قناة فضائية ولا علشان عنده قناة يوتيوب مشتركين فيها ناس كتير ولا جروب على الفيسبوك مشهورين. خلي بالكم من اللي بيسميهم الكتاب، سامحوني في التعبير لا أقصد أحد، إخوة كذابة. والشيطان عارف يعمل كده إزاي كويس، اللي بيخدعوكم بكلام معسول وفلسفة وغرور باطل، كلامه حلو والمسيح والمسيحي ومسيحك والمسيحية ومسيحيتنا والكلام المعسول الكتير جدا، ويخلط نسبة سمه قليلة في الكلام المعسول الكتير اللي بيطلع. خلي بالكم من هؤلاء، أي حد زي ما قال الكتاب يجي لك بتعاليم غريبة ده يطرد، ده مش يبقى معلم. لا تشتركوا في قناته على اليوتيوب، لا تشجعوه في قناته الفضائية، ولا تشجعوا الجروب بتاعه في الفيسبوك ولا غيره، وما تفضلوش تتأثروا بكلامه أول أو قال هو أو هي، لما تقول حاجة تطلعوا كلكم فجأة تيجوا تكرروا نفس السؤال، إيه ده صحيح؟ الكتاب طلع مش وحي، السفر التكوين طلع أسطوري، ده فيه شخصيات كتيرة زي آدم، ده الكتاب غلطان في حاجات علمية كتيرة، والكلام ده كله. خلي بالكم، ودول كتروا قوي للأسف، ودول بيسببوا عصرة زيادة لأولادنا وما يسميهم الكتاب صغار النفوس. آسف. تنبيه في البداية كالعادة، الفيديو ده بتاع التعليق على الأحداث ده بتاع الاكتئاب. بعض الأخبار والتعليقات قد يكون لها تأثير سلبي لدى البعض، البعض بيشعر بخوف، البعض بيشعر اكتئاب بيقول لي كل أخبارك تغم زي وشك، والبعض بيتضايق من تعليقاتي. فلو أنت من النوعية اللي بتكتئب علشان خاطري اطفي الفيديو من الآن. Viewer's discretion is advised. لو كنت من النوعية اللي بتتخض أو بتكتئب أو غيره لما تسمع الكلام ده من أحداث نهاية الزمان، اقفل الفيديو رجاء محبة من الآن وما تكملش عشان ما تدنيش التعليق إياه اللي بسمعه من حضراتكم. باخد بركة كبيرة، ربنا يبارككم. هدف الخدمة دي، لأن أنا مش بتاع نشرة أخبار،
مش ده اللي انا جاي اقول. هدف الخدمه دي اذكر ضعفي اولا وحضراتكم، كلمه ضعف اللي بتضايق ناس كتيره، محتاجين حقيقي لحياه يقظه روحيه، لانه ناس كتيره مصابيحها بتطفي الايام دي. انا اسف في التعبير ده، وقد اكون انا اكتر واحد داخل في حياه فتور اللي تجعلنا مستحقين التقيؤ. خلي بالكم، نهتم بمصابيحنا، نهتم تكون مصابيحنا مضاءه اكتر الايام دي، لان الظلام بيزيد قوي. هو ده اللي يهمني من الخدمه دي، اليقظه الروحيه. ربنا قصد يقول لنا علامات. ربنا اللي كان عايزنا ما نهتمش بالغد، لكن في نفس الوقت كان عايزنا نهتم ان احنا نلاحظ علامات نهايه الزمان. فربنا قال لنا هتبقى في علامات في نهايه الزمان، حروب واخبار حروب، زلازل عظيمه، مجاعات، اوبئه، علامات عظيمه في السماء وعلى الارض، كل ده قبل ما يجي ابن الانسان اتيا في سحابه بقوه ومجد كثير. وربنا قال لنا ليه الكلام ده؟ زي ما بقول باستمرار، قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل، عشان لما يحصل ما نخافش. فهو عارف ان ده هيحصل، وهو نفسه اللي وعد يحافظ علينا. اتنين، قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل نؤمن. في زمن زاد التشكيك جدا من كل اعداء الايمان واخوه كذبه مسيحيين ايضا. فازاي يكون الكتاب ده مش وحي؟ لا لا لا، ده شويه تجميعات، ولا اصل وحي يا حرفيين، وحي ايه؟ لا، الكتاب المقدس فيه اساطير زي التكوين والكلام ده كله. لا طبعا، ازاي يكون مش وحي ولا اساطير ولا غيره؟ وقال لنا حاجات من البدايه بمنتهى الدقه قدام عيننا بتنطبق، ما تنفعش تبقى بالصدفه، لازم تكون وحي الهي. في الكتاب حتى الان بيشهد عن نفسه وعن مصداقيته. فقال لنا قبل ان يكون حتى متى كان نؤمن؟ نؤمن بروعه هذا الكتاب ووحيه. ما فيش سفر في الكتاب المقدس اساطير ولا اصحاح ولا عدد. على فكرة هبتدي أجهز سلسلة قريب إن شاء ربنا ودبر، على ادعاء إن سفر التكوين أسطوري، اللي بيدعوا إن هم المسيحيين ويقولوا الكلام ده، ربنا يدبر قريب. والحاجة التالتة عشان ننتبه ونستعد، لما الحاجات دي تبتدي أنت ترفع راسك لفوق، عشان ربنا عارف إن الزمان ده العالم هيكون بيتفنن يشغلك ويقطع لسانك ويمنعك إن أنت تتكلم. عايز مصباحك يكون متداري بأي شكل، يكون مصباحك مطفي. علامات في السماء. جسم اسود بكتلة 10 مليون مرة قدر الشمس يسبب اختفاء للنجوم بطريقة غامضة في الفضاء، وعلماء الفضاء مش عارفين ايه اللي بيحصل. في نجوم بنلاقيها بتختفي. اكبر مذنب هيعدي قرب الارض السنة دي، هيكون بيتحرك بسرعة اكبر يوم الحد. تزايد الأجسام الفضائية اللي تهدد الأرض، فوصل عدد الأجسام الفضائية في الإحصاء اللي تهدد الأرض 2179 جسم فضائي، يعني اللي هو قال عنها الكتاب نجوم السماء، لكن اللفظ في اليوناني ينفع بمعنى الأجسام الفضائية أو الأحجار الفضائية. أنوار كرات نارية قوية تضيء السماء في سواحل الهادي، المحيط الهادي. هذه صورتها قدام حضراتكم اللي بيتابع الدايركت برودكاست. يوم 23 مارس 16 كرة نارية في يوم واحد. يوم 28 مارس 9 كور نارية. والطقس اللي فعلا زي ما قال الكتاب المقدس في لوقا 21، الأمم هتكون بحيرة، البحر والأمواج تضج. ده فعلا بيحصل قدام عينينا، الأرض بقت تاكل سكانها. في مظهر مدهش، حدوث أطياف أرورا فوق بركان بينفجر، منظر كان رهيب ومرعب في نفس الوقت. ملايين في جنوب أمريكا يواجهوا طقس سيء مرة أخرى وأعاصير، والأرقام القياسية اللي بدل ما كانت بتحصل كل 10-20 سنة دلوقتي بتحصل في نفس الأسبوع أكتر من رقم. ده من US Today. أعاصير عنيفة قتلت على الأقل 5 أشخاص في ألاباما. ده من نيويورك تايمز. فمرة تانية بكرر، الحداث دي كانت بتحصل بس ما كانتش بتحصل بهذا المعدل المتزايد اللي بيسموه حتى بيرث بانج. كنا بنسمع عن كل كذا سنة حادثة زي كده تموت ناس، لكن دلوقتي بينا نسمعها أكتر من مرة في الأسبوع. إعلان حالة الطوارئ من الأعاصير في بعض الولايات الجنوبية. دنفر
تبتعد فقط ب3 بوصات عن ان هي تحطم كل الارقام القياسيه لتساقط السلوك فيها، ده من اكي ويذر. تكساس الوفيات في فبراير من الاعاصير الثلجيه وصلت الى 111، وده قرب الضعف المعدل السنوي، يعني كانت دايما يشوفوا حاجه و50 حاله وفيات من الطقس، السنه دي شافوا الضعف في رقم قياسي جديد، ده من NPR نيوز. تحذير، لانه الموجه او اللي يسمى لانينا قد يسبب سنه اعاصير مدمره جايه علينا، ده مش بس اللي حصل قبل كده، ده كمان اللي جاي قد يكون اسوأ للاسف، ده من اي بي نيوز. تورنيدو ضرب جورجيا لم يحدث مثله من عشرات السنين، وبرضه يسجل ارقام قياسيه، ده من تي دبليو سي نيوز. رقم قياسي من الامطار يسبب فيضانات في مناطق في تينيسي ويقتل 4 اشخاص اخرين، ده من اي بي نيوز. واللي في نفس الوقت ايضا بتتزايد فيه الزلازل. الاسبوع ده على فكره ما كانش فيه زلازل كتيره، ربنا يستر، هوبفلي ما يكونش الهدوء اللي يسبق العاصفه. في يوم الثلاث 36 زلزال ما بين متوسط وقوي. يوم الاربع 38 زلزال. يوم الخميس 39 زلزال. ويوم الجمعه 46 زلزال، منهم واحد كان بقوه 6 خفضوه الى 5.9 في اليابان، وكتير 5.8. يوم الحد 35 زلزال، منهم واحد ب5.8 في الأطلنطي. والأسبوع ده حصل فيه 82 زلزال قوي، يعني منهم حدود 4 اقتربوا من 6. أيضا البراكين اللي زادت في نفس الوقت، ففي نفس الوقت اللي زادت فيه الزلازل واللي زادت فيه المجاعات والأعاصير والكلام ده، برضو زاد فيه الدم والنار والبخار الدخان اللي اتكلم عنهم سفر أعمال الرسل إصحاح 2 عدد 19. يوم 24 مارس متابعة لنشاط 7 براكين قوية. استمرار انفجار بركان إتنا الإيطالي وأفالانش من حمم، يعني انهيار ضخم من حمم طلع في ليلة واحدة بالمنظر اللي قدام حضراتكم. انفجار بركان فينا مينوف في ألاسكا وأطلق رماد وصل ل 10,000 قدم. اللي بيتساءل على التلوث، فعلا في تلوث. اللي بيتساءل عن ارتفاع الحرارة في بعض المناطق بسبب ثاني أكسيد الكربون والرماد والكلام ده، فعلا موجود إلى حد ما، ولكن العامل البشري لا يذكر. عندنا التأثير الشمس اللي بتتزايد نشاطها، ربنا يستر زي ما قال الكتاب، اللي هتحرق كتير. وعندنا البراكين اللي تزايد نشاطها بطريقة ملحوظة محدش يقدر ينكرها، بعد ما كنا بنتكلم على 3-4 براكين قوية في السنة، بص بينا نتكلم على كام بركان نشط بيطلع شغال بيطلع رماد في نفس الاسبوع، وللاسف يجوا في الاخر يرموا العيب على البشر. انفجار اخر لبركان بوبو كاتابيلي ويطلق رماد ل 19,000 قدم. كل اللي بقوله ده على فكره مش بالتفصيل، ده ملخصات للاسبوع واحد عن البراكين وصلت لايه في تزايد بشع للدخان والنار. انفجار اخر لبركان باكايا ويطلق رماد ل 10,000 قدم. انفجار بركان فويجو ويطلق رماد ل 16,000 قدم. كل ده من فولكينو ديسكفري. ايضا انفجار بركان سانجاي ويطلق رماد ل 20,000 قدم. يوم 25 مارس متابعه لنشاط 8 براكين قويه بيطلعوا حمم، وطبعا بالاضافه للرماد وهكذا. انفجار بركان راوانج ويطلق رماد ل 15,000 قدم. انفجار بركان في أيسلندا، ده بيعتبروه قد يكون بداية عشرات السنين من النشاط البركاني، والكلام ده من ناشونال جيوغرافيك. يوم 26 مارس متابعة لنشاط 9 براكين قوية. نافورة حمم من بركان باكايا في غواتيمالا، وادي المنظر قدام حضراتكم. وهذا البركان ليه 50 يوم مستمر في النشاط بدون توقف، ده من راشن توداي. انفجار بركان كادوفار ويطلق رماد ل 5,000 قدم. بداية نشاط بركان اسمه بركان تال، البركان ده كان خامل لفترة طويلة وبرضه مع نشاط البراكين. وبدون ما اطول على حضراتكم، دي كانت عينات على فكرة من نشاط البراكين في اسبوع واحد. كل اللي قدام حضراتكم دي براكين نشطة في نفس اليوم، يوم الحد اللي فات، من فولكينو ديسكفري. كل دي براكين نشطة في نفس الوقت، وحلقة النار طبعا اللي هي هنا دي، ودي حاجة بقت بشعة. ده اللي قال لنا عنه الكتاب، في أواخر الأيام هنسمع عن دخان وبخار الدخان والنار كتير.
انا تاني كان في براكين نشطه، طبعا كانت في براكين نشطه بس ما كانش بالمعدل ده. وارجعوا لنفسكم ما احصائيات ما قبل 2006 و2007 وقارنوها باللي بيحصل هذه الايام. الاوبئه اللي احنا لسه عايشين في واحد منهم او اكتر، الإصابة بالكوفيد وصلت ل 127 مليون و8 من عشرة، والوفيات 2,794,659. طبعا ده مش رقم، ده كل شخص في دولة عزيز علينا وعزيز على أسرته، ربنا يعزي الكل. طبعا آسف، أمريكا لا تزال الأولى ب 30 مليون، برازيل 12 مليون، الهند 12 مليون، فرنسا 4 مليون، وروسيا 4، وبريطانيا 4، وإيطاليا 3.5، وهكذا. الإصابة اليومية للكوفيد رجعت تاني تتزايد للأسف، بعد ما كان عدى علينا فوق 7 أسابيع، دخلوا على 8 أسابيع انخفاض، رجع تاني الكوفيد يتزايد مرة أخرى رغم انتشار التطعيم. ده في دول نسبة التطعيم فيها مرتفعة جدا، ورغم ذلك رجع الكوفيد يتزايد مرة تانية، رغم انه قبل ما ينتشر التطعيم بدأ ينخفض. Coincidence, isn't it؟ ايضا حاجة غريبة، بداية ارتفاع نسبة الوفيات، فبدل ما كان نسبة الوفيات قبل ما ينتشر التطعيم كانت نزلت لواحد واربعة، رجعت الوفيات دلوقتي ترجع تنتشر مرة تانية وترتفع ووصلت 1.7. ربنا يستر. تزايد الكوفيد في أمريكا، رغم أن أكثر من 25% ده الرقم ده لغاية يوم الأربع اللي فات، كان الشعب الأمريكي اتطعم منه 25% على الأقل بحقنة، وكان دخلوا على 15% اللي أخدوا الدوز بالكامل الحقنتين، ده من يو اس توداي. ورغم كده لسه الكوفيد بيتزايد في أمريكا. كارثة الكوفيد في البرازيل واللي أصبح بيها ربع الوفيات اليومية في العالم، ده من اي بي نيوز. أخيرا، مش عارف ازاي طلعت منه هذا الرجل ده صحة فاوتشي، لكن anyway، مدير السي دي سي السابق يقرر ان الكوفيد غالبا تسرب من معمل أوهان، وبيقول مهما كل المحاولات الكلام ده هيثبت في المستقبل، ده من يو اس توداي. اوبا، مش ده اللي احنا كنا بنقوله؟ رغم ان انتوا عارفين مدير السي دي سي ده صاحب فاوتشي، واللي كانوا وده اللي كان ماسك في ايام ترامب، وكان ضد ترامب، ولما كان يقول ترامب الكلام ده كان يهاجموه، بعد ما مشي ترامب طالع يقول الكلام ده دلوقتي. ايه رأيكم؟ في المقابل الصين تعمل ايه؟ تجيب حبيب قلبها تيدروس، رئيس منظمة الصحة العالمية اللي هي معيناه، الطفل المدلل للصين. فالصين مع منظمة الصحة العالمية مع بعض يعدوا ورقة يؤكدوا فيها انه من غير المحتمل على الاطلاق ان يكون الكوفيد خرج من معمل أوهان. ممكن تقولوا لي ازاي غير محتمل على الاطلاق؟ فيروس محدش يختلف عليه من عالم الجينات ان في 4 مناطق جينية تتطابق مع الـ HIV، ده فاكت. بعض العلماء بيقولوا ده حصل لازم بتجارب، والبعض بيقول حصل بطريقة طبيعية بس ما نعرفش ازاي. ما علينا. 2، الرئيس المعمل اعترف انه كانوا بيعملوا تجارب على انتاج تطعيم للـ HIV، وبيعملوا تجارب على الكورونا فيروس اللي بيعتبروها كارير نيوترال فيروس. 2، 3، الفيروس انتشر في سوق السمك جنب معمل أوهان، أول مكان إصابة. وكل ده، ولازم تدرس يدافع عن صحابه اللي عينوه ويقول معمل أوهان ملهوش علاقة. شي الصيني بيرد على بايدن إنه الديمقراطية بتاعت أمريكا شافت 500,000 حالة وفيات الكوفيد، ردا على مقولة بايدن إن شي الصيني لا يمتلك قوة ديمقراطية، فقال له خلي لك الديمقراطية دي، الديمقراطية بتاعتكم موتت لكم 500,000. آدي اللي بتعمله الصين مع أمريكا، وطبعا بايدن ما يقدرش يرد. أنا مستغرب إزاي حتى بايدن يتجرأ ويقول الكلام ده، ده الصين اتبرعت لأسرته في الانتخابات اللي فاتت بالملايين.
لو الكوفيد مش من معمل وهان بل بالصدفة، ايه رأيكم هتماشى مع هذه الفرضية؟ بالصدفة البحتة طلع من الخفاش بالصدفة البحتة واصاب البشر، ما علينا. تعرفوا للأسف ان بالطريقة دي الصين ازاي تعرف تضرب العالم وتبقى هي سليمة صحيا واقتصاديا؟ مش ده اللي حصل في الكوفيد؟ مش الصين هي اللي بدأت الاول الإصابة فيها، ورغم ذلك قفلت على مقاطعة أوهان، منعت السفر من أوهان لبقية المقاطعات الصينية، وسمحت السفر من أوهان لبقية العالم بما في أمريكا وأوروبا. أحسن دولة طلعت بنتائج إيجابية، بل بالعكس باعت كميات مستلزمات طبية للعالم كله بشكل ما حصلش. مين؟ الصين. الدولة دلوقتي اللي لو بالصدفة البحتة طلع واحد تاني، أو بالصدفة البحتة تهرب مرة تانية من معمل، عارفة إزاي تسوقه للعالم كله، وعارفة إزاي منظمة الصحة هتكون معاها لأنها الطفل المدلل ليها، وعارفة إزاي بالقبضة الحديدية بتاعتها ما ينتشرش في شعبها لكن ينتشر في العالم كله. وحاجة تانية بالصدفة البحتة برضو، يعني الصدف الغريبة اللي مع بعض، في نفس الوقت اللي عايزين يقللوا عدد البشرية اللي هو الإنسانيين الهيومانيست زي بيل جيتس، ليه قاعدين يكرروا كتير هذه الأيام إنه الكوفيد كان وباء ضعيف؟ يعني كان ناقص يقولوا للأسف، ولكن الوباء القادم هيكون أكثر إماتة. ليه كده؟ مين قال الكلام ده؟ عرفتوا من فين إن في وباء قادم قريب بس المرة دي بقى لأ هيموت كتير من البشرية؟ جبتوا الكلام ده منين؟ ولا دي أمنية ولا دي أجندة ولا دي يعني حاجة توزعت عليكم فانتوا عارفينها، ولا دي الريدي استثمرتوا فلوسكم فيها، ولا إيه بالظبط؟ مش عارف. للأسف الكوفيد ما يعني ما أقللش عدد البشرية بالقدر اللي كان يتمناه بيل جيتس طبعا. ما علينا. اكتشاف كوفيد متحور مرتين في الهند وتزايد شديد في الحالات، ده من راشن توداي. أكثر نوع متحور للكوفيد يكتشف فيه مسافر من تنزانيا. هونج كونج توقف تطعيم فايزر مؤقتا بعد حدوث مشاكل، فقالوا إن دي عبوات فاسدة. تطعيم فايزر اللي قاعدين بيدافعوا عنه، ستادي فاينز ده اللي بيعتبروها بتاعة الحقائق، تثبت ان هو فعلا ضعيف امام التحور بتاع جنوب افريقيا اللي بينتشر في العالم. طب يا ترى ايه الفايدة؟ عمال الصحة لا يزالوا يصابوا بالكوفيد رغم من تطعيمهم. اول ناس بدأوا بالتطعيم مين؟ الدكاترة والممرضات، صح؟ وغريبة رغم التطعيم بتاعهم بيتصابوا بنفس النسبة. كلام ده كلام بتعود اشاعات؟ اشاعات؟ لا، كلام ده برضو من ستادي فاينز. ايه رأيكم؟ هو بيحمي وفعال 100% ولا ما بحميش ولا الكلام ده كله؟ انا عمري في حياتي ما شفت ده وفعال بنسبة 100%، بس ما علينا. امال ازاي لسه اول ناس اتطعموا لسه نسبة الاصابة زي ما هي؟ هولندا تمد وقف تطعيمها للأسترازينيكا 3 أسابيع تانيين عشان السايد افكت اللي بيعمله. أخيرا لقيت واحد قال التعبير اللي أنا قلته لكم من عدة شهور. فاكرين اللي قاعدين كانوا يسألوني ناخد التطعيم ولا لأ، وأقول لهم ما تتخدعوش، ما حدش يقول لكم ده سيف 100% وإفكتف 100% بنفيت ريسك ريشيو، شوف الفايدة وشوف احتمالية الضرر وانت اوزن لنفسك. لو عجوز هيكون بيفيدك، لو صغير الدواء المرض مش هيضرك، يبقى ليه تاخد اضرار وهكذا. بنفيت ريسك ريشيو اخيرا بعد ما كانوا بيقولوا سليم وزي الفل وحلو وفعال ب100% سيف ان افكتيف سيف ان افكتيف. كندا توقف تطعيم استرازينيكا لاي شخص اقل من 55 سنه. ليه؟ اصل الاضرار ممكن تبقى اكتر من الفايده.
لكن اللي اكتر من 55 سنة هيموت كده كده، لو جاله الكوفيد يبقى ياخد التطعيم، وجات حتى لو جات له جلطة معلش هيموت بنسبة 1 لـ100 ألف من التطعيم، أو هيموت بنسبة 1 لـ100 من الفيروس يبقى ياخد التطعيم. أنا مش بهرج أهو، suspend AstraZeneca use for people under 55. طب لما هو بيسبب أضرار فهتخلوا الناس اللي أقل من 55 ما تاخدوش، طب الناس اللي أكبر من 55 ما هو كده كده هيموتوا لو جالهم. ودي انا مش بهرج، فعلا بتتكتب في المجلات العلميه، ما هو لو جاله الفيروس هيموت يبقى ياخد التطعيم، بس التطعيم ممكن يموته بس بنسبه اقل من الفيروس. يا الهي، طب ما نتكلم على زياده المناعه، لا نتكلم على التطعيم بس. ايضا المانيا تكرر نفس الكلام امبارح وتقول تطعيم استرازينيكا هيقدموه بس لاي شخص اكبر من 60 سنه بعد ما مات 9 أشخاص من الجلطات القاتلة بعد تطعيم أسترازينيكا. ده من روشن توداي. أسترازينيكا تغير اسم التطعيم بتاعها علشان بتحارب الخلافات حول أضرار التطعيم، فالحل إيه؟ نغير اسمه. I'm sorry، شر البليات ما يضحك. الحل إن هما يغيروا اسمه. Anyway، الآن يدعوا ليه التطعيم مش شغال في دول عدت 25-30% نسبة تطعيم الشعب ولسه نسبة الإصابة مرتفعة بل بتزيد. ليه؟ أصل الأطفال ما بياخدوش التطعيم، فلازم نبتدي نطعم الأطفال عشان نوصل لمناعة القطيع. ريلي؟ رغم أن الدراسات وضحت أن الأطفال نسبة الإصابة فيهم قليلة ومقاومتهم عالية جدا واحتمال ما ينقلوش المرض زي الكبار. ده من وول ستريت جورنال. لازم يطلع التطعيم بريء، طعمنا أكتر من 25% من الشعب ولسه بينتشر زيادة، يبقى لازم يكونش التطعيم هو اللي مش فعال. لا، التطعيم فعال. في المسابقة اللي حصلت 90، لا عليا ب 94.5، لا عليا ب 95، لا عليا ب 100%. طب نعمل ايه؟ اصل العيال ما بيطعموش. ما علينا، تردد الناس في أخذ التطعيم يتناقص أمام الدعاية وانتشار توزيعه، عشان تعرفوا تأثير الدعاية. على فكرة معظم الشعب في العالم بيتأثر بالإعلام. حط حاجة في الإعلام وكررها كل يوم، حتى الشعب اللي كان رافضها هيوافق عليها بعد فترة. والكلام ده بيؤكد نيو ساينتست إنه بعد ما ناس كتيرة كانت رافضاه دلوقتي بدأت ترضخ وتاخد التطعيم. ليه؟ الإعلام بيزن ليل نهار. ضغط على الفيسبوك وتويتر عشان المجهود اللي عاملينه مش كفاية، لازم يزودوا مجهودهم أكتر عشان يمنعوا أي شخص بيفتح بقه أمام التطعيم زي فاكسر أنتي فاكسر. ده من وكالة رويترز. اوعى تسمح لأي واحد حتى لو عنده دراسات إن يفتح بقه ويقول التطعيم ممكن يسبب بعض الأعراض الجانبية. ما تنشروش غير بس ان التطعيم سيف اند افكتيف. مفيش حاجه اسمها حريه تعبير للاسف. اصبحنا في زمن يدعوا ان ده زمن الحريه ولكن العكس هو الصحيح. نيويورك اول مدينه امريكيه تطلق باسبور التطعيم في امريكا، ومدن تانيه هتتبعها. ده من يو اس توداي. جامعه امريكيه تصر على ان انت تقدم اثبات التطعيم عشان يقبلوا ان انت تلتحق بالجامعه الخريف الجاي. ميركل تضطر ان هي تلغي قرار الاغلاق في عيد القيامة بعد ما واجهت مقاومة عنيفة ومظاهرات، فتعتذر على قرارها. النمسا تحذر باضرار للاتحاد الاوروبي الا لو تم توزيع التطعيم الكوفيد بالتساوي بين اعضاء الاتحاد الاوروبي. بيعترضوا ان في دول اوروبية جالها تطعيم كميات كبيرة ودول تانية جالها اقل، فبيقولوا ان ده غير يعني مش فير للدول الأوروبية. أستاذ الحبيب أستاذ موسى، زي حضرتك عامل إيه؟ اتضح أن كتير من المرضى بأمراض مزمنة واللي بينسبوا أنهم على فكرة ماتوا من الكوفيد، أكشولي ما ماتوش من الكوفيد، ماتوا من الخوف من الكوفيد. الكلام ده من برضو ستادي فاينز، بما فيهم بعضهم بيخاف يروح المستشفى فبيموت من المرض المزمن عنده. احيانا بينسبون هو مات من الكوفيد، هو بيكون مات لانه خايف يروح المستشفى عشان ما يصابش بالكوفيد.
doctors say patients with serious disease are dying from fear of COVID. الأضرار اللي سببها الكوفيد على التعليم والصحة النفسية في إنجلترا قد يستمر تأثيرها السلبي لعقود. ده من نيو ساينتست. منظمة الصحة العالمية طبعا هي في فرصة أحسن من كده، ومعها 23 دولة تقيم اتفاقية عالمية موحدة إزاي تتصرف مع الأوبئة المستقبلية اللي جاية جاية زي الكوفيد. مش كابتن بيل جيتس بيقول لنا في أوبئة هتكون أكثر إماتة جاية قريب؟ فمنظمة الصحة بدأت تعمل اتفاقية عالمية موحدة إزاي تستعد للأوبئة اللي جاية قريب هتموت البشرية. ده من راشن توداي. فيتامين دي قد يضيف حماية أكثر ضد الكوفيد لذوي البشرة السوداء. أخيرا اعترفوا إن فيتامين دي ليه دور. قلنا الكلام ده قد إيه؟ مش كنا بنقول من البداية، من شهر فبراير مش اللي فات اللي قبله، ومارس مش اللي فات اللي قبله، بنقول أهم حاجة الاستثمار في المناعة عن طريق الفيتامينات والتغذية الكويسة وممارسة الرياضة. مش ده اللي بنقوله من سنة؟ ليه كانوا خايفين يقولوه لغاية دلوقتي ولما خلاص بقي التطعيم فريضة ابتدوا يقولوه على حاجة خفيفة؟ اتضح ان اختبار الكوفيد السريع اللي بيتعمل في المطارات وغيره ده لا يوثق فيه، وعارفين نسبة الخطأ فيه قد ايه؟ 50%. متخيلين؟ 100 شخص بياخد الاختبار ده يطلع 50 عيان و50 مش عيان، وممكن يكون العكس. من 50 عيان 25 مش عيان وطلع عيان، ومن 50 اللي مش عيان 25 عيان وهيطلع ينقل المرض وطلع النيجاتيف، وطلع التست بتاعه غلط. متخيلين؟ يعني اي بي سي اللي بنعتمد عليه في التشخيص نسبه الخطا فيه 50%. مش عارف ان يعني كميه التضليل اللي اتعمل وكميه الرش في حاجات كتيره، يلا بس بسرعه انتج وسوق، ودت الدنيا في داهيه. نغير بقى من الكوفيد لحاجة تانية. دودة شريطية بطول 59 قدم، يعني داخل على 20 متر، تخرج من مؤخرة رجل كان يعاني من انتفاخ. ده من ديلي ستار. ادي طول الدودة قدام حضراتكم. للأسف الوباء اللي يتمنوه ربنا يحمينا قد يكون قرب. فمتابعة 4 أشخاص للإيبولا، طبعا الإيبولا ده بقى لا خطير، ده مش هزار، رغم ان موجود الإيبولا من زمان قوي، بس ليه ابتدى الكلام عنه الايام دي يكتر؟ هو يا ترى هيكون الوباء الجاي، البانديميك الجاي، هو الإيبولا؟ اصل الكوفيد ما موتش كويس، لكن الإيبولا هتموت، ودي هتموت، دي 70% بقى، مش 2-3%، دي هتموت. فمتابعة لأربع أشخاص للإيبولا راحوا أمريكا في أوريجان، وجريدة صن البريطانية بتقول لنا الرقم وصل لأكثر من 23 شخص في واشنطن يتابعوا لاحتمالية الإصابة بالإيبولا. أم سوري، أنا عايز أسأل ليه عايزين الإيبولا اللي ليها عشرات السنين معروفة ولكن كونتيند وما بتنتشرش، هم ليه عايزين الإيبولا القاتل يكون هو الوباء القادم؟ حطوا عينيكم على الموضوع ده على فكرة. وأهو قبل ما ينتشر أنا بقول لكم علامة استفهام أهي، إيه القصة الإيبولا معاهم؟ وما يقوليش إن الإيبولا ده حاجة جديدة ولسه نطلنا مش عارف من الخفاش والكلام ده. الإيبولا معروفة من عشرات السنين، وكونتيند يعني محتوية، ما بتنتشرش. إيه القصة بتاعتها الأيام دي؟ اكتشاف مواد حافظة في مئات الأطعمة بتدمر جهاز المناعة. بتعرفوا الناس بتاعية بسهولة ليه؟ بصوا على المواد الحافظة اللي محطوطة ومحسنات الطعم والكلام ده كله اللي بتدمر المناعة عندك. ونصيحة لأولياء الأمور، خلي بالكم من ولادكم في الأكل الجاهز اللي بياكلوه برا، واللي كان بياكله زمان وكان نسبة المواد السامة والمضرة زي كده قليلة دلوقتي بتزيد. لو كنت بتاكل من ماكدونالد ومتعود من عشرات السنين، لا، ماكدونالد زود جدا المواد الضارة اللي فيه. لو كنت بتاكل من كنتاكي نفس الموضوع، وهكذا. خلي بالكم
شركة المأكولات مش هتيجي تقول لك احنا على فكرة أضفنا في الخلطات بتاعتنا المادة السامة الفلانية والفلانية والفلانية محسنة الطعم، مش هتقول لك الكلام ده. عايز تتأكد من كلامي؟ اختبار بسيط جدا، روح اشتري تشيكن ناجتس من ماكدونالد وحطه جنب الشباك وسيبه، وآسف في التعبير، ادي دقني اهي لو باظ هينشف مش هيبوظ. هات فرنش فرايز من اي سلسلة من سلاسل المحلات دي وسيبه في العلبة مفتوح، وادي دقني اهي لو لقيت فنجس واحد طلع عليه. اخبار الحروب، مخاوف من حرب فضائية بعد ما اختبرت روسيا أسلحة ضد الساتلايت في الفضاء. أيضا التأكد من أن روسيا تختبر صاروخ نووي لا يمكن إيقافه. الصاروخ النووي الـ unstoppable ده ممكن فعلا يوصل لأمريكا ويضربها، ويعني يمكن يضرب أي مكان تاني في العالم. آسف، أنا أرجع لموضوع المواد الحافظة عشان البعض لو اتلخبط. اللي أقصد أقوله في النقطة دي المواد الحافظة والمحسنات الطعم اللي بتتحط على الأكل. طيب مش بدل ما نفضل التطعيم عشان نحارب الكوفيد والتطعيم الجاي علشان الفيروس الاحتمال يجي بعده بسرعة وهكذا، مش نستثمر في صحة الناس ونبتدي نبص على الشركات الأكل اللي بتحط المواد السامة دي كلها فنبتدي نشيلها عشان صحة الناس ترجع وجهاز المناعة يرجع قوي ويبقى طبيعي يقاوم كل الأمراض؟ شركات الأكل بتدمر جهاز المناعة، وفي نفس الوقت انت عامل دعاية ليه أو بيئة جديدة هتطلع، ويلا بسرعة التطعيم. التطعيم مش الحل، المناعة الحل، بس احمي الناس واحمي جهاز المناعة ان هم يقووه بالتغذية الصح، وتشيل كل المصايب والسموم اللي محطوطة في الأكل الجاهز أو النصف مجهز. على فكرة مش بس الأكل المعلب، انتوا عارفين ان حتى الفواكه بتبقى مرشوشة بحاجات تحسن منظرها او تخليها حتى على الشلف تقعد، حتى التفاح مرشوش بحيث يقعد على الشلف فترة طويلة ما يبوظش، الخضار مرشوش. هات علبة من العلب الاكل اللي بتبقى متقطع فيها الحاجات الطازة المتقطعة وافتحها وسيب، لو لقيت التفاح اسود انا ابقى غلطان. ده يدمر الصحة وتطلع فيروس صغير من معمل أوهان يدمر العالم، وانت اوريدي دمرت مناعة بتاعت الإنسان ما يقدرش يتصدى ليه. ويبقى الحل إيه؟ التطعيم بتاع شركات المافيا الأدوية اللي تكسب للصبح بالمليارات. روسيا والصين يريدوا أن مجلس الأمن للأمم المتحدة أنه يقيد أمريكا، ما أمريكا خلاص مش هتقدر تقف قدامهم، مش بايدن هو اللي ماسك. يبدو أن أمريكا تتناقص ولا تتصدى لتزايد قوة الصين السياسية والجغرافية، حاجة كما لو كان تبدو أن بايدن مستسلم للصين تماما. شوفوا ترامب عمل إيه في الصين وما قدرتش تفتح بقها، وأول ما جه بايدن الصورة اتعكست تماما. بالفعل الصين بتقلص قوي الفرق بينها وبين أمريكا عسكريا، قربت أن هي تتساوى مع قوة أمريكا، وممكن فعلا قريب ان احنا نشوفها تتفوق على امريكا، لان بايدن اكيد هيعمل زي اوباما ويقص ميزانيه الجيش الامريكي. في المقابل كاميلا هاريس اللي بيناديها اوباما ان هي الرئيس بتاع امريكا بترفض ان هي تحيي الجيش الامريكي بطريقه مهينه، واداره بايدن مشغوله ببلاك لايفز ماتر وحقوق الشواذ في الجيش، المهم نخلي الجيش الامريكي شاذ، وازاي نقلل الميزانيه بتاعت الجيش الامريكي، اصله هو ضد السود فنقلله الميزانيه. ايه اللي بيعملوه بالظبط بايدن وكاملا؟ ده من راشن توداي. شي يقول ان الصين تتعامل مع كوريا الشماليه عشان ايه؟ عشان تحفظ السلام في شبه الجزيره الكوريه. الصين مع كوريا الشماليه بيشتغلوا لحفظ السلام، أنا مش عارف أسمي ده إيه. الصين تهدد مرة أخرى وتقول لمجموعة الخمس عيون أنتوا مش هتنبسطوا لو أنا غضبت. كوريا الشمالية تظهر عدائية أكتر وتطلق صاروخين في البحر، ده من سكاي نيوز. كوريا الشمالية تعلن أنها استخدمت نظام جديد لتوجيه هذه الصواريخ في اختبارها الصاروخ الجديد، ده من بي بي سي نيوز.
اختبار كوريا الشمالية الأخير كان واضح إن هو تحذير لإدارة بايدن، ده من سي بي إن. كيم جون أون يسبب تهديد كارثي، فهو يعد في الخفاء صواريخ نووية بعيدة المدى، ده من جريدة صن البريطانية. كوريا الشمالية تقول الكيل بمكيالين وتدين الأمم المتحدة لمحاولة نزعة حقها في الدفاع عن نفسها بعد ما قامت بآخر اختبار للصواريخ، ده من راشن توداي. أخت كيم جون أون تهاجم رئيس كوريا الجنوبية وتلقبه ببغبغاء، الببغاء اللي ربته أمريكا. ليه؟ لأنه اعترض على اختبار الصواريخ الأخير اللي قامت به كوريا الشمالية. تايوان تقول أنها الآن بتصنع صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب الصين، عشان تايوان بتحاول تتصدى للصين اللي بتفرض سيطرتها عليها. تزايد حدة الموقف بين الصين والفلبين بسبب تواجد فوق ال 220 سفينة صينية في حدود المياه الإقليمية لمانيلا اللي هي العاصمة بتاعة الفلبين. كل القطع اللي انتوا شايفينها في المياه الإقليمية للفلبين دي أكشن قطع صينية مخترقة الحدود أو المياه الإقليمية. العديد من المدمرات الأمريكية كان بيدور حواليها درونز، يعني الطيارات الصغيرة اللي بدون طيار، مجهولة الهوية أمام سواحل أمريكا، أمام سواحل كاليفورنيا. الصين بتقوي علاقتها بإيران وبيمضوا اتفاقيات 25 سنة إن هم اشتراك عسكري. ليه؟ علشان يواجهوا أمريكا. فأنت عندك روسيا، الصين، إيران، كوريا الشمالية أصبحوا شبه في كفة واحدة، وده بقى أصبح لا يستهان به، وقريب الكتلة الشرقية دي ممكن فعلا تسيطر على العالم. ودي بقى بدل عكس بعض الديمقراطيين في أمريكا اللي يقول لك حرية ويعملوا العكس، دول لا، من الأول دول حتى مش هيقولوا لك حرية ويعملوا العكس، لا دول هيقولوا لك ما فيش حاجة اسمها حرية. فالصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران خلاص داخلين يبقوا كتلة واحدة، وطبعا تقترب منهم تركيا وهكذا. إيران تقول أنها قامت بخمس تطويرات كبيرة عسكرية السنة الماضية، ده من جيروزاليم بوست. إيران تظهر رفض لاقتراح نووي جديد من إدارة بايدن حتى قبل ما أمريكا تكمل الاقتراح وتقدمه، يعني زي ما بنقول في التعبير رفضوه حتى قبل ما يقدموه، قبل ما يتقدم. هجوم حوثي بطائرات بدون طيار طبعا مدعوم من إيران تشعل حقل بترول سعودي، وطبعا بايدن مش بيتكلم. تركيا تدين ادعاء ماكرون الخطير عن تدخل تركيا في الانتخابات الفرنسية. تركيا تسعى لبناء قوة إسلامية. خلاف بين إسرائيل والأردن بعد ما رفضت إسرائيل أنها تزيد مد المياه للأردن اللي بتعاني هذه الأيام من جفاف. مجموعة إسلامية إرهابية تابعة لداعش تقوم باحتجاز 180 شخص في فندق في الموزمبيق، بعضهم سياح أجانب. موت شخص على الأقل وإصابة العديدين من إرهابي طعنهم في مكتبة في فانكوفر كندا، وأصبحت كندا بوضوح تتحاشى تماما تقول اسمه إيه. طبعا مش هتقولك إن هو إرهابي مسلم، ده كمان مش هتقول اسمه، لا يتفهم من اسمه إن هو مسلم. ده وصل الحال في كندا ودول كتيرة من الغرب إن هم مش هنطقوا كلمة إسلام. أخبار عامة، العلماء يخترعوا طريقة نانو تكنولوجي إزاي يحصدوا بيها خلايا جذعية قادرة على علاج العظام، ده من راشن توداي. العلماء دلوقتي يقدروا يزرعوا ذاكرة كاذبة وأيضا يستطيعوا إلغاء ذاكرة. أنا مش بهرج، الكلام ده اللي كان خيال علمي دلوقتي أصبح حقيقة، ده من انفيرس حقيقي، ده أصبح موجود دلوقتي إن هو ممكن يزرعوه ذاكرة. بيل جيتس طلع لنا بفكرة جديدة، عايز بيؤيد وبيدعم ماليا فكرة إنه عايز يبرد الأرض. أنا مش بهرج، ده من ديلي ميل. الفكرة دي ايه هي؟ يطلقوا بالونات مليانة طباشير ويرشوا الطباشير في طبقة الاستراتوسفير، اطنان من الطباشير، عشان لما يرشوه
فيعكس أشعة الشمس فيبرد الأرض. طبعا العلماء خايفين إن ده كارثي. متخيل إن يترش طباشير في طبقات الهواء، الغلاف الجوي العليا زي الاستراتوسفير؟ أنتم متخيلين إيه اللي بيعملوه هؤلاء الأشرار؟ فعلا زي ما قال سفر الرؤيا، فعلا دول يستحقوا إن ربنا يخربهم زي ما بيخربوا الأرض. ده اللي عايزين يعملوه، وبدأوا فعلا فيه. وده مخاوف إن ممكن يكون كارثة أخرى. الموضوع ده خليني أقول لحضراتكم حاجة بسيطة، بالإضافة لتأثيره الصحي المدمر على ناس كتيرة زي الربو وغيره، وهي حصول كالسيفيكيشن في رئة، يعني تكلس أو يعني تحجر رئات بشر كتيرة. نعمل إيه؟ نصلي ربنا موجود ده ونقول لأ، ده اللي في إيدينا. لكن تخيل بالإضافة إن أنت هترش كالسيوم، كالسيوم ده في الهواء، ناس هتتنفسه، ولما تتنفسه تتحجر الرئة. أصلا إحنا مستحملين صحتنا، صحتنا مستحملة الكلام ده. لكن كمان هل فعلا في ارتفاع في الحرارة الأيام دي؟ إلى حد ما آه، لكن دي جزء كبير منه دورة الشمسية، سولار سايكل. طيب الدورة الشمسية لما تبتدي تتعكس وندخل في الفترة الباردة اللي بتنخفض فيها الحرارة لمدة عشرات السنين، هيرجع سعادته بمكنسة كهربائية يطلع في طبقة الاستراتوسفير يلم الطباشير اللي بخه؟ طب هيعمل ايه ساعتها؟ رش الطباشير، وهفترض ان هو قعد الشالك ده قعد معلق في الطبقة دي، مش هيضر بصحة الناس ويترسب. هيعملوا في فترة ايه اللي يبتدي ينخفض السايكل بتاعت الشمس وتبتدي الحرارة تنخفض، وده بيحصل كل عشرات السنين. هيعملوا ايه ساعتها وهم اوريدي بدأوا يمنعوا أشعة الشمس؟ ايه المصايب اللي بيعملوها دي؟ الراجل ده ما ياخد فلوسه ويقعد كده ريتايرمنت يستمتع بيها براحته، ان شاء الله حتى ياكل فلوس، ما يبعد عننا. ربنا يرحمنا فعلا. تهكير روسي هو المتهم في تعطيل بث برنامج اخباري في استراليا. شركة تستطيع ان هي فعلا بتكنولوجيا عاملينها دلوقتي تقدر ترصد اي سيارة في اي مكان في العالم لايف. فانت حتى لو مش مسجل في اي حاجة، في شركة حاليا دلوقتي موجودة تقدر ترصدك باستمرار، انت رحت فين وجيت من فين، او انت رايح فين وجاي منين. بالاضافة طبعا للصين اللي بتتجسس على العالم بالكامل وبترصد كل واحد في العالم هو بيعمل ايه. امازون تجبر العمال بتوعها بتوعت التوصيل ان هم يمضوا بعلامات بيولوجية زي بصمة العين وغيره، وما لهمش الحق في الرفض. ربوات يهود هيقوموا باحتفال بركة الكهنة لأول مرة في إسرائيل من 2000 سنة. نتنياهو يفوز مرة تانية في الانتخابات. والت ديزني هتختبر برنامج التعرف على الأوجه لكل زوار والت ديزني أو اللي هي البارك بتاعتهم للأسف. فأنت خلاص هتترصد، هتترصد وانت عارف ان هو وانس اتحط اتحط بوشك في الداتا بتاع التعرف على الأوجه، خلاص انت مش هتتشال، انت هتبقى في أي مكان في العالم معروف. انفجار عملاق في معمل تكرير بترول في اندونيسيا. في كارثة الحدود الأمريكية اللي مصرين ما يسموهاش كارثة بسبب قرار بايدن، لقيوا إنه في روس وسوريان وعراقيين بيروحوا للمكسيك عشان يدخلوا أمريكا في أزمة الحدود. ده من ديلي ميل. دراسة توضح إنه تنويم الأشخاص فترات طويلة للرحلات الفضائية الطويلة خرافة. عارفين دايما يقنعوكم ويضحكوا على الناس انه الكائنات الفضائية تجيلنا وحتى لو هتقعد الاف السنين سوات حينيموهم فترة طويلة لغاية ما يوصلوا يبقى بصحتهم. الحقيقة الكلام ده العلم اثبت انه هو تخريف، ده خطأ، لان الشخص لو هيروح في رحلة طويلة اكشولي محتاج باستمرار يعمل تمارين قوية عشان يحافظ على الاقل على عضلة القلب. مفيش حاجة اسمها رحلة كائنات فضائية تقدر ينيموهم ويسيبوهم فترة طويلة لغاية ما يوصلوا الارض او العكس. الكلام ده ما ينفعش، العلم أثبت خطأه.
ورغم كده برضه هيفضلوا يخدعوا أولادكم بالكائنات الفضائية ورحلاتنا للفضاء المستقبلية. دراسة تؤكد لو عايز تعيش أطول لا تذهب للنوم وأنت غاضب، يعني لا يغرب الشمس على غضبك. الدراسة دي تؤكد اللي قاله الكتاب المقدس، مش ده اللي قاله الكتاب المقدس لا تغرب الشمس على غضبكم؟ الكتاب المقدس لو ما كانش وحي إلهي كان يعرف الكلام ده إزاي؟ دايما يقول لك صفي الموقف قبل ما تروح تنام. بصوا عشان تشوفوا الحاجة تتقدم العكس إزاي. عملوا دراسة على الجينات اللي بتنتج الغدة اللعابية واللي بتنتج اللعاب في الغدة اللعابية للإنسان والثدييات. لقيوا إنه نفس الجينات دي بتتشابه جدا مع الجينات اللي في الثعابين واللي بتنتج سم بتاع الثعابين. قوم يستنتجوا إيه؟ لأن مخهم مغسول بالتطور. إن الإنسان ممكن يتطور قريب ويبتدي الإنسان يبقى سام. كمان شوية هنبتدي نعض بعض ونسم بعض زي التعابين. متخيلين؟ الحقيقة ده يثبت إيه في التصميم؟ إن التعابين دي في يوم من الأيام قبل السقوط ما كانتش سامة، كانت تفرز عصارة هاضمة زي الإنسان وزي الحيوانات بتاكل بيها الفواكه، وعشان كده ده المناسب ليه فكها، إن ممكن رغم صغر حجمها لكن تقدر تفتح الفك بتاعها وبالأنياب بتاعتها تغرز العصارة الهاضمة في الفواكه وتاكلها، ولكن بالسقوط وتغير الطقس والطبيعة وغيره تحول ده للسم. والعلم الجينات أثبت إن التعابين كانت قادرة في يوم من الأيام إنها كانت تنتج عصارة هاضمة طبيعية. وعلى فكرة ده هتكلم عليه، وتجارب تمت على الثعابين في الهايبربارك شامبر، إزاي إن فعلا لقيوا إن ترتيب البروتين بتاع سم التعابين اتغير في الهايبربارك شامبر وبقي عبارة عن عصارة هاضمة عادية. هتكلم على الموضوع ده فيما بعد. لكن طبعا عشان هم يرفضوا التصميم تماما ويرفضوا الكتاب المقدس اللي استنتجوه ايه؟ الف مبروك يا بشر، قريب احنا هنبقى سمين زي التعابين، قريب هنروح نعضعض بعض. اخبار اقتصادية. اوكلاهوما تقدم دخل ثابت ولكن فقط لعائلات الاقلية، لو انت مسلم او غيره تاخد دخل ثابت تعيش حياتك، مش مهم تشتغل ولا غيره، هيفضل يدوك دخل تعيش بيه بقية حياتك. لكن انت لو من الوحشين الناس المسيحيين البيض اللي هم الأغلبية مش هتتاخد ولا مليم. ايه رأيكم؟ طب مش ده اضطهاد عنصري ضد الأغلبية؟ ليه الأقلية هي اللي بس اللي تاخد دخل ثابت ولكن الأغلبية ما تاخدش؟ حكومة بايدن تحول أمريكا من الرأسمالية إلى الاشتراكية، ده من CBN نيوز. الفيزا تبتدي تسمح بدفعات باستخدام العملات الإلكترونية زي البيتكوين وغيرها، وعلى فكرة هندخل في عصر العملات الإلكترونية للأسف، ده من رويترز ومن ياهو فاينانس. اضطهاد المسيحيين اللي لسه بيتزايد. هجوم آخر إرهابي إسلامي قتلوا فيه 137 شخص منهم 22 طفل أغلبهم مسيحيين في قرية في نيجيريا. شوفوا كمية الاستشهاد المسيحيين قد إيه كل يوم حاليا بيتم وإزاي بيتزايد، والعالم فين؟ محدش بيتكلم. ده من CBN نيوز المسيحية، لكن فين CNN؟ عمر ما هتسمع الكلام ده في CNN. CNN ممكن تقولك يا حرام واحد شاذ اضطهد ما عملولوش كيكة، لكن أطفال بتعدم وبتتقطع رقبتها عشان مسيحيين؟ لا، CNN ما تتكلمش على الكلام ده. إصابة 14 مسيحي في حادث تفجير كنيسة كاثوليكية في إندونيسيا، ده من راشن توداي. قتل قس بعد 3 ساعات من تحذير الرعاياء إن الشيطان عايز يقتلهم. تويتر يقول إن تعريف خطأ للمسلم اللي قتل العديد في كولورادو، انت عارفين الحادثة اللي حصلت في كولورادو وواحد قتل ناس كتير، فتويتر نشرت الخبر بتاع انه مسيحي ابيض ارهابي وهو اكشولي مسلم.
فتويتر تقول اه عادي، ايه المشكلة ان احنا نقول عليه مسيحي ابيض ارهابي رغم ان هو مسلم؟ طب ما ده عكس الحقيقة، انت عايز تطلع المسيحيين هم للارهابيين، وطبعا المسلمين هيفضلوا يصيحوا بيها وهو اكشولي مسلم. ادي اللي بتقوله تويتر. مس ايدنتيفاينج المسلم ده ان انت تقول عنه كريستيان وايت كريستيان تيرورست، اه عادي مقبول، ايه المشكلة نقول عنه مسيحي ارهابي؟ ليه تقول عنه مسيحي ارهابي؟ المسيحيين مش ارهابيين، المسلمين وليس كل المسلمين طبعا بعضهم رائعين ربنا يباركهم، ولكن في مسلمين كتير ارهابيين لما بيتعمقوا في الاسلام بيطبقوا سنه رسولهم. لا ما تقولش عليه مسلم، تقول عنه مسيحي ارهابي قتل الناس عادي رغم ان هو مسلم. واضح ان في عهد بايدن اضطهاد المسيحيين اصبح اسوأ. شركة التأمين الصحي تطالب المديرين بأنه ما يعينوش البيض المسيحيين. عمركم شفتوا دولة الغالبية الأصلية فيها بتضطهد في أوروبا وأمريكا؟ وايت كريستيان مين؟ لا ما تعينوهمش، عينوا بقية الناس المسلمين والشواذ والسود والكلام ده كله، رغم أن الناس المفروض تبقى مساواة. عندك النسبة 70% مسيحيين بيض و30% أقليات، المفروض تعين الكل بنفس النسبة. ليه كده؟ ليه شايفين الغرب بيضطهد نفسه؟ ليه الغرب بيجلد نفسه؟ USA Today تهاجم جامعة مسيحية، وده بيعتبر انذار لبداية الهجوم على الجامعات المسيحية القليلة اللي فاضلة. عايزين ازاي يقفلوها؟ هيطلقوا عنها الإعلام الكاذب زي USA Today وغيره. الانحدار الأخلاقي، وأنا آسف طولت سامحوني. لماذا اللبس الشيطاني يبدو أن يتزايد جدا في المجتمعات؟ ليه؟ طبعا الإجابة لبعد الناس عن ربنا، ضللتوا الشباب، طمع الشباب أهو، هذا اللي بيحصل لهم. بعد تعليم الأطفال عبادة إله الشر اللي هو الأستك، دلوقتي شركة تنتج جزمة للشيطان برقم 666 ودم بشري. هي أمريكا رايحة لفين؟ قسم آخر للتعليم، والمرة دي بقى في أريزونا، بيراجع منظورة التعليم علشان لأجل حجة المساواة، وبيدعي أصل الأطفال من بدايتهم عنصريين. أطفال إيه اللي عنصريين من بدايتهم دول؟ البيبيهات عنصريين، فعايز تعلمهم من الصغر إنه الوايت سوبرماسي ده حاجة وحشة شرير، لكن بقية الألوان هم من اللي حلوين، الناس كلها حاجة واحدة. أكسفورد تفكر جديا ان هي تشيل النوتة الموسيقية. ليه خير؟ جامعة أكسفورد عايزة تشيل النوتة الموسيقية ليه؟ أصلها علامة استعمارية، مش بهرج، ادي اللي بتفكر فيه أكسفورد. طبعا بعد ما غيروا القواميس عشان خاطر الشواذ والبلاك لايفز ماتر والكلام ده. مسرح في مينيسوتا يلغي مسرحية سندريلا. خير؟ مالها مسرحية سندريلا؟ أصلها الأبيض فيها زيادة عن اللزوم، يا إما يلغوها يا إما طبعا قريب يطلعوا سندريلا شاذة. أول سيناتور متحول جنسيا يعينوها دلوقتي كسكرتيرة للصحة في أمريكا، آدي إدارة بايدن. صانعة قرار في نيفادا تعلن على العام إن هي شاذة متوافقة جنسيا في خطاب ليها، مجدهم في خزيهم. عشان تعرفوا ان الموضوع الشواذ مش يا حرام ومضطهدين، لا الموضوع العكس، الشواذ هم اللي بيطردوا اصحاب المحلات المسيحيه. عارفين بتاع الترط المسيحي بتاع كولورادو الخباز اللي كام قضيه لغايه دلوقتي يرفعوها لانه بيرفض يعمل ترط للحفلات الشواذ؟ مره تانية الشواذ يعملوا له فخ لصانع الترط المسيحي في كولورادو ويرفعوا عليه قضية أخرى بعد كل القضايا اللي فاز فيها بما فيهم الأخرانية اللي راحت للسوبريم كورت. المرة دي بحجة لا مش رفض يعمل تورتة لجيز، لا المرة دي رفض يعمل تورتة لناس متحولين جنسيا ترانس جندر، لا المرة دي مش شواذ، المرة دي ترانس جندر. رفعوا عليه قضية تاني عشان تعرفوا الناس دول فعلا يمتلكهم الشيطان وبيطردوا المسيحيين لآخر نفس ولن يتوقف. الناس دول مش يا حرام وعايزين بس يعيشوا في سلام، لا الموضوع مش يا حرام وعايزين يعيشوا في سلام، الناس دول زارعهم الشيطان لمحاربه المسيحيه بالاضافه لنشر الخطيه. ده من فوكس نيوز.
الحجة اللي استخدموها لحبس الراجل بتاع كندا اللي اعترض على تحول بنته جنسيا فسجنوه، عارفين الحجة اللي عملوها ايه هي؟ راجل اعترض ان بنته اصبحت متحولة جنسيا، عبر بس عن ان بنته اصبحت متحولة جنسيا فسجنوه. عارفين الحجة اللي اتكتبت في القضية اللي سجنوه بسببها ايه؟ ازاي يلقب بنته ان هي بنت وهي الان ولد؟ ده كده يعتبر عنصرية ويتحبس، قليل الأدب. ازاي يقول على بنته ان هي بنت مش ولد وهي بقت ولد دلوقتي؟ فحبسوا الراجل كله بس عشان عبر ان هو متضايق ان بنته عبرت او تحولت جنسيا. ادي اللي بيحصل، ادي الزمن اللي بقينا فيه فعلا. ويل للقائلين للخير شر والشر خير. حاكم نبراسكا يحذر الاهالي ما يعلموش الاطفال تعليم خطأ. تعليم المسيحية طبعا خطأ، عيب، اوعى تعلم ابنك. وعايزين يعلموا الاطفال من الصغر، يعلموا لهم الشذوذ، ما تقولهمش حاجة اسمها بس بوي اند جيرل، لا ده في 39 جنس. ادي اللي بيعملوه، واصبحنا فعلا واضح الهدف هو الجيل الجديد، ولادك وصغار النفوس اللي حواليك امانة في ايديك، دول المستهدفين. خلي بالك دول في امانة في ايديك، لان فعلا الشيطان بالشذوذ وبالالحاد وبكل القرف اللي بيحصل حوالينا، دول الهدف بتاع الشيطان. محتاجين نصلي، محتاجين نستعد، محتاجين نعد زيت في مصابيحنا، لأنه أصبح العالم بيضلم قوي بالخطية، وصغار النفوس بيعصروا، ومفيش أمل ليهم فاضل إلا أولاد ربنا أنتم نور العالم، إن يبقى مصابيحهم مضاءة في وسط هذا الظلام. أنتوا كمان محتاجين تستعدوا بالإيمان العامل بالمحبة. لو ما تمسكتش بالآن المسيح وأشعلتش مصابيحك بقوة من الآن، وكان عندك زيت يكفي، ممكن قريب تبقى زي الخمس عذار الجاهلات، ما عندكش زيت يكفي. خلي بالك ربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش، وقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن في زمن زاد جدا التشكيك، وقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ننتبه ونستعد ترفع راسك، لان نجاتك بتقترب، عريسك قرب. خلي بالك في زمن طبعا عايزين يمنعوك ان انت تستعد، عايزين يشغلوك جدا، والشيطان عارف ان ليه زمان يسير، عشان كده زود جدا الدخان بتاعه اللي يضلل زي ما قال سفر الرؤيا. خلي بالكم، استعدوا، اصنعوا ثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع، والمجد لله دائما. اسف لو اخطات في اي شيء، سامحوني، واسف طولت شويه، بس انا قلت لكم من الاول اللي اصحاب النفوس الضعيفه ما يحضروش الموضوع ده. ربنا يبارك حضراتكم، واذكروني في صلاتكم، ونتقابل مع بعض ان شاء ربنا ودبر يوم الحد الجاي. وربنا يبارك حضراتكم.